إذن نبدأ طبعة اليوم كالمعتاد بقراءة أبرز المنشطات والعناوين، والبداية من صحيفة السوداني. محافظ المركزي للسوداني وصول فئة 500 جنيه من الخارج اليوم. تفاصيل اليوم الأول لامتحانات الشهادة السودانية، وفي أعمدة رأي السوداني يكتب بالأخيرة دكتور عبد اللطيف البوني المضمون قبل الشكل. وأنتقل إلى عناوين الصيحة. هارون للصيحة: المشهد السياسي يحتاج نيولوك. وزيادة 5.3% في عدد الممتحنين بولاية الخرطوم. وفي أعمدة رأي الصيحة يكتب ضيف الخطوط أستاذ عبد الرحمن الأمين عبر عموده رؤى الحوار الأسير. وأنتقل إلى الرأي العام. في أول حوار بعد تفويضه برئاسة الحزب، هارون للرأي العام: المؤتمر الوطني غدا لن يكون مثل المؤتمر الوطني اليوم أو أمس. إدارة المواني تناقش العقد مع الفلبينية وترفع توصياتها للجنة العليا. وفي أخبار اليوم: وكيل التربية: امتحانات الشهادة بدأت بصورة سلسة ولا توجد مخاوف. دكتور أحمد بلال يقول: قرارات مرتقبة للبشير ستزيل حالة الاحتقان. وفي داخلية أخبار اليوم: الهلال يسعى لفك الشراكة مع زيسكو في الكونفدرالية اليوم. وانتقل إلى صحيفة الوفاق: المركزي طرح العملة فئة 500 جنيه نهاية مارس الجاري. هارون: الوطني يتجه لسن سياسات جديدة في المرحلة المقبلة. وفي عناوين الأهرام اليوم: الاتحاد الديمقراطي لا يمكن إجراء انتخابات 2020 في هذا المناخ المحتقن. وفي عناوين الوطن أنتقل وأقرأ أحمد بلال: قرارات مرتقبة للبشير ستزيل الاحتقان. وفي تقارير الوطن أيضا: شركات طيران تنسحب من السوق السوداني. يتناول هذا التقرير الدواعي لهذا الأمر. وفي أعمدة رأي الوطن يكتب ياسر محمد محمود: حشوة وشربات. وفي الانتباه: ولاة سابقون يكشفون للانتباه وجهاتهم لكسب الدخل. التربية تحذر من الالتفات للشائعات. وانتقل إلى المجهر السياسي: الصادق المهدي يطالب بلقاء يضم البشير وقيادات الأحزاب لحل الأزمة. وفي أعمدة رأي المجهر السياسي يكتب الهند عز الدين: دوحة إسرائيل حين تكذب الخنزيرة. وفي اليوم التالي أنتقل وأقرأ الوطني: لم ولن نفقد البريق السياسي بمفارقة السلطة. وهارون: قيادات الوطني كالقوس الواحد تجاه هدف واحد. وفي أعمدة رأي اليوم التالي يكتب عادل الباز: الوطني وقائع اللحظات الأخيرة. وفي الأخبار أنتقل وأقرأ: غياب 1100 طالب عن امتحانات الشهادة في جنوب دارفور بسبب التجنيد والذهب. ويكتب الأستاذ مصطفى أبو العزايم في الأخيرة في صحيفة الأخبار في عموده بعد ومسافة: هل بدأ السودان مرحلة انتقالية؟ وأنتقل إلى صحيفة ألوان: انطلاق امتحانات الشهادة السودانية. وفي أبرز المنشطات أيضا في ألوان: تفاهمات بين الخرطوم وواشنطن بشأن استئناف الحوار الثنائي. وأختم بعناوين صحيفة آخر لحظة: ضوابط أمنية وتفتيش شخصي لجماهير مباراة الهلال. الوطني يكشف أسباب تفويض البشير لهارون. إذن أنتقل إلى أولى الملفات معنا في صحيفة السوداني. السوداني ترصد اليوم الأول لامتحانات الشهادة السودانية. وفي تفاصيل الخبر: انطلقت أمس امتحانات الشهادة السودانية بجميع أنحاء البلاد وعدد من المراكز الخارجية، حيث جلس 533,134 طالبا وطالبة لامتحان مادة التربية الإسلامية، بينما جلس 237 نزيلا لأداء الامتحانات، وتغيب 1100 طالب وطالب عن الامتحانات بولاية جنوب دارفور. وأجرت السوداني جولة على عدد من مراكز الامتحانات بالخرطوم. وقال وكيل وزارة التربية والتعليم رئيس اللجنة الفنية لامتحانات السودان في تصريحات صحفية أمس أن الامتحانات بدأت بجميع المراكز داخل وخارج السودان في جو معافى ومستقر. إذن
بهذا الترقب الذي ساد يعني في الفترة الماضية كل البيوت السودانية في انطلاق امتحانات الشهادة السودانية، والتي بدأت في ظروف استثنائية. كانت وزارة التربية قد أعلنت بأن حالة فرض قانون الطوارئ لن تعاني منها وليست معنية بها أيضا الشهادة السودانية. بدأت بلمس هذه الامتحانات يعني في كثير من أجواء متفائلة أيضا وهدوء يعني ساد اليوم الأول لهذه الامتحانات. أستاذ عبد الرحمن، أمس انطلقت امتحانات الشهادة السودانية. نعم. طبعا هذه المرة انطلقت الامتحانات مبكرة، وسبقت امتحانات شهادة الأساس لأول مرة. نعم. وربما رؤية أن تأتي الامتحانات قبل أن يحل الصيف على الطلاب. في زمان مضى كانت تقويم امتحانات في كل المراحل الدراسية بما في ذلك الجامعات تنطلق الامتحانات في مارس، حتى إذا ما حل أبريل كل الطلاب يكونون في إجازات. ولأجل ذلك في أزمان ماضية كان مارس يسمى مارس شهر الكوارث. نعم. لأن الطلاب كانوا يواجهون فيه الامتحانات. طبعا يوم الامتحان يكرم المروء أو يهان. الامتحانات الشهادة هذه المرة تنعقد في ظروف بالغة الصعوبة. تذكرين تماما أن الطلاب كانوا قد دخلوا في عطلة مع الدورة المدرسية، هذه واحدة، ثم دخلوا في عطلات متعددة مع انطلاقة الاحتجاجات، ثم كان الجلوس للامتحانات مبكرا، هذه ثالثة. والعيد ذلك بذل الأساتذة جهودا مضاعفة. نعم. وزارة التربية قالت أن الامتحانات غير معنية بالطوارئ، لأنه في ناس كانوا ظنوا أن الطوارئ ربما تكون مترافقة معها حظر تجول، لكن الطوارئ في حد ذاتها ربما لا تشكل حاجز للامتحانات. نعم أستاذ عبد الرحمن، يمكن الحديث عن عدم استقرار العام الدراسي الذي ربما يؤثر على تحصيل الطلاب ينقلني ويقودني مباشرة لأستاذ رحاب طه. رغم هذه الظروف إلا أن يمكن كان الزيادة 5.3 لعدد الممتحنين في هذه السنة مقارنة بالعام الماضي، يعني كيف صحيح إنه تقرأ هذا الأمر؟ مش 5%، أنا أتذكر أنه قبل 30 سنة كان بيجلسوا لامتحانات الشهادة، هذه السنة جلسنا فيها نحن كانوا حوالي 102,000، والآن أكثر من 500,000، وعن العدد تضاعف 5 مرات وسنويا. واضح أن النسبة تتفاوت بين 5 إلى 10%، وده برضو من حسنات يعني اهتمام الأسر. يعني هو اهتمام يعني الأسر، أنا دائما بقول من يعني، والكلام ده مرسول ليك، وأنت زمان نحن النسوان ديل بتنافسوا على لبس الثياب، الآن بتنافسوا على نجاح أبنائهم. نعم. يعني أنت يعني متى ما جيت البيت انتقال ايجابي اذا يعني استاذ رحاب، انتقال ايجابي كبير جدا يعني. يعني كل مره الان تتنافس انه ابنها ياتي الاول او يوزع عن الثياب يا اخي، حتى اننا يعني حينما حتى كل ما اتيت متاخرا تجد يعني زوجتك أو اختك تدرس ابنها. يعني الامهات يعني بيقوم بدور كبير ومسؤوليه كبيره، تحول كبير جدا في المجتمع السوداني. نعم. يعني وبرضه الابناء يعني برضه هم الاهتمام ذات شنو أكبر، رغم التكنولوجيا والموبايلات، لكن برضو الاهتمام زاد أكبر. عشان كده احنا بتوقع أنه يعني الامتحانات مستمع بدأت في هدوء تنتهي بهدوء، ونتوقع أنه نتيجة أفضل بسبب زيادة الجهد التحصيلي من قبل المعلمين. ذكر أخونا عبد الرحمن المعلمين بذل جهد، والأسر جهد يعني جهد مضاعف. وأمس حسب ما نقلت الصحف ونقلت القنوات أنه يعني الأمر مر بهدوء تام في كل السودان. هو حصاد بالتأكيد يعني لخواتيم مرحلة وانتقال لمرحلة جديدة. نظل نقرأ في ذات المشهد لانطلاق امتحانات الشهادة السودانية، واللافت يمكن أستاذ عبد الرحمن جلوس 732 نزيلا ونزيلة بالسجون والدورة الإصلاحية، كلها قراءات يمكن لمؤشرات بأن الدورة الإصلاحية الآن بدأت تؤدي أدوارها كاملة تجاه نزلاء في السجون يعني الدورة الإصلاحية. أنا قبل أن أتي على نزلاء السجون الذين جلسوا لامتحان الشهادة السودانية لدي ملاحظة. نعم. الأخ رحاب قال أن الأعداد تضاعفت، صحيح أن الأعداد تضاعفت لكنها ليست بالمرجو كذلك، لسبب الإنقاذ عندما قدمت دول أمرها أعلن سورة التعليم العالي واهتمت بالجامعات وتوسعت فيها توسعا كبيرا جدا. نعم. لكن كان يتوجب أن يكون الاهتمام أكبر بالتعليم العام أو التعليم الأساس. نعم. في كل الدنيا أهم إلزامية التعليم،
وكل من هو في سن التعليم أن يكون في الفصول الدراسية. أكثر ما أزعجني قبل أيام إحصائية كان قد قال بها خبير تربوي، قال أن 80% من طلاب مرحلة الأساس لا يتناولون وجبة الإفطار. هذا مؤشر مهم وخطر جدا، وربما يؤدي إلى تسرب التلاميذ من التعليم العام. التجربة المثمرة جدا كان التي قد طبقها محمد طاهر إيل عندما كان واليا على البحر الأحمر، التعليم مقابل الغذاء. تعلمين أن في السودان أسرا كثيرة قد ضربها الفقر، وتعلمين أن أسرا كثيرة تعتمد على أبنائها في أن يعينوها في أمر رزقها، ومن ثم في توفير وجبة الإفطار. هذه وزارة التربية قالت أنها ستلتزم بها أن توفر وجبة الإفطار لتلاميذ الأساس. هذا مهم جدا. حتى في أوروبا وفي الغرب وفي الولايات المتحدة الأمريكية ليس بالضرورة أن ينال الكل تعليما جامعيا، لكن بالضروري جدا أن الكل ينبغي أن يدخل في التعليم العام. أمر التسريب المدرسي عانت منه عانت منه معظم المدارس في ولاية الخرطوم تحديدا يعني. صحيح. ولأجل ذلك يجب أن نغلق كل منافذ التسرب هذه ونوفر ما أمكن وجبة الإفطار هذه التي تعين الطلاب على الانتظام في دراستهم. ماذا عن يعني انتظام 732 نزيلا ونزيلة في السجون؟ طبعا كانوا دوما يقولون أن الشهادة السجون مؤسسة تربوية وأنها مؤسسة إصلاحية، وأنا أعتقد أن الإصلاح يبدأ من هنا. نعم. أن يجلس النزلاء هؤلاء لهذه الامتحان. طبعا أي إنسان قاده قدره إلى السجون ليس بالضرورة مجرما، وإنما ربما تكون غجنت عليه حتى ظروفه من حوله. نعم. ومن ثم ينبغي أن نوفر له هذا التعليم، لأنه كما تعلمين أن التعليم هو الذي يقوم النفوس. نعم. نعم. يعني أستاذ رحاب، حتى نختم هذا الملف انطلاق امتحانات الشهادة السودانية، اللافت يمكن للانتباه بأن معظم من قرع الجرس كانت البزات العسكرية، كانت سيدة الموقف تحديدا في الولايات يعني. صحيح. وهذا فال حسن يعني على البلد، أنه يعني الذين أتوا في 30 يونيو فجر 30 يونيو نعم. ليوقفوا أو ليعيدوا هيبة الدولة، الآن يعودون من جديد ليعيدوا هيبة الدولة بعد أن يعني عانى الكل يعني في نحن يمكن في 6 شهور الفاتت أو السنة الماضية وبداية العام الجديد، كان الناس يعني يتحدثون أن هيبة الدولة قد ضاعت. حينما تذهب إلى البنوك تجد شباب يجلسون الساعات الطوال أمام الصرافات ليصرفون النقود، ثم يعودون ليدفعوا بها إلى آخرين يشترون بها الدولار، ثم تعود في نهاية اليوم في شكل شيكات، حتى أن الفرق بين سعر الدولار بالكاش وبالشيك بلغ بين 15 إلى 20 جنيه. نعم. الآن أيضا أمس شاهدت نفس المنظر يعود من جديد. الأمس مساء عدت بالسوق العربي لاحظت هذا المنظر، وأنبه السلطات المختصة أن تراجع مسألة الصرافات، أن الجهد البذل في المرحلة السابقة لطباعة عملة جديدة بكلفة البلد يعني أموال طائلة كانت محتاجة لها في شواغل أخرى أو في ملفات أخرى مثل الوقود والدقيق، الآن جزء كبير جدا مقدر من الأموال التي تصرف من الصرافات تذهب إلى الدولار المضاربة، حتى أن تجار الدولار بعد أن يعني منتصف الأسبوع اختفوا من المحلات القديمة التي كانوا يرتادونها. في نهاية يوم الخميس عاد الدولار، عادوا ليلتقطون أنفاسهم ويبدأون في ارتفاع تدريجي لسعر الدولار. يعني بالحديثك عن يعني مسار الاقتصاد الآن وهذه الأزمات المتلاحقة، إذا كان الحديث عن مضاربين بالدولار وغيره، دعنا ننتقل أيضا في داخلية السوداني وهذه أنا قبل أن ننتقل لداخلية السوداني في الامتحانات نفسها. طبعا في تقليد وعرف قد جرى بقرع الجرس مع بداية الامتحانات، لكن الذي أود أن ننبه إليه من بعد ذلك الزيارات الرسمية المتكررة لمراكز الامتحانات. نعم. هذا أمر مزعج جدا للطلاب الممتحنين. تم ضبط فيه يعني من خلال صياغ الخبر. نعم. تم ضبط لهذا الأمر، ويمكن وزارة التربية الآن يجب وقفه تماما. حريصة جدا. نعم. نعم. أنتقل معك حول الراهن السياسي واستقراء بقلم فريق دكتور طارق عثمان الطاهر حول الأزمة الراهنة ومبادرة السيد رئيس الجمهورية. يكتب فريق طارق الغاية الرئيسية لأي نظام حكم
في أي دولة تتمثل في تحقيق غاية ازدهار الدولة وصولا لتحقيق غاية رفاهية المواطن وتوفير العيش الكريم وضمان كل حقوقه. لتحقيق هذه الغايات يجب صياغة دستور الدولة بما يضمن السير في الاتجاه الصحيح لتحقيق هذه الأهداف بدون أي انحرافات، ويضمن ذلك تبني حزمة من السياسات المساعدة على التصويب والحارسة لهذا المسار. دول العالم الثالث ذات المجتمعات صاحبة الثقافة البدوية ستظل تعاني كثيرا في سبيل نهضتها وازدهارها ورفاهية مواطنها إذا لم تتخلص النخب السياسية والمفكرين من السمات الشخصية السلبية التي تعاني منها المجتمعات ذات الثقافة البدوية، والتي تعتبر أحد أهم أسباب الانحراف عن تحقيق المقاصد والأهداف. أكتفي بهذا القدر، ويمكن من خلال تحليل ضيفي الكريمين لهذه القراءة حول الأزمة الراهنة منذ خطاب وإعلان السيد رئيس الجمهورية ليلة الجمعة، ويمكن التدقيق والنقاش والتمحيص لهذا الخطاب وهذه القرارات وقراءتها مستمرة وستستمر يمكن لفترة طويلة جدا يا أستاذ عبد الرحمن، حتى يتم تحقيق هذه الغايات التي من أجلها يمكن أعلن قانون الطوارئ، ومن أجلها تم حل الحكومة، ومن أجلها كل القرارات التي يعني جاء بها خطاب السيد رئيس الجمهورية. هذا المقال ذكرني ندوة كنت قد حضرتها في النصف الثاني من ثمانينات القرن الماضي، كانت الندوة يقدمها الشيخ الراحل حسن الترابي، وكانت حول التعدي واختلاسات المال العام. كان ذلك على عهد مايو على ما أذكر. الشيخ الترابي قدم نظرة جديدة وفريدة في حديثه، قال أننا انتقلنا إلى الوظيفة العامة من باديتنا ومن ريفنا ومن قرانا، ودخلنا علم العام. قال أنه لم تكن هناك ثقافة في باديتنا تسمى بالمال العام، ولم تكن هناك في أعرافنا ما مما تربينا ونشأنا عليه ما يسمى مالا عاما، حتى إذا ما دخلنا على الوظيفة العامة دخلنا عليه بغير أعراف ترشدنا وبغير أخلاق تقيدنا وحتى بغير رؤية بدوية ربما تهدينا. ولأجل هذا عبى الناس من المال العام عبى لهذه الدرجة. الآن خطاب الرئيس الذي أعلنه أكثر ما عجبني، أنا كنت دائما أقول أن خطاب الرئيس أربك المشهد السياسي كله. امبارح مولانا أحمد هارون قال لي أفضل أن نقول أن خطاب الرئيس يطرح أسئلة أكثر مما يقدم إجابات. ولأجل ذلك الكل الآن ينظر في خطاب الرئيس، يحاول أن يولد منه معاني جديدة، يحاول أن يترجم منه ترجمات جديدة، يحاول أن يحدد منه موقفه بناء على قراءة فاحصة وواعية. ابتداء البعض كان قد شكك في أن هذا الخطاب ربما لا يفيد المعاني التي حملها. البعض قال أن رئيس البشير قد فكر ارتباطه تماما بالمؤتمر الوطني. البعض قال أن الإنقاذ قد عهدت إلى عهدها الشمولي وأنها تعلنها عسكرية من جديد. بدليل أنها تعلن 18 والي عسكري ونائب أول عسكري. البعض قال أن رئيس البشير يعود إلى الخلص من زملائه إلى إيلا وإلى أحمد هارون وإلى عوض أبن عوف. أنا تقديري رئيس البشير صوب النظر. رئيس البشير تذكرين تماما في يناير العام 2014 كان قد طرح حوار الوسبة، وكان يريد به أن يستخلص الوطن من أزماته التي عاشها. لكن من بعد 3 سنوات أو أكثر للحوار، الرئيس البشير أدرك أن هذا الحوار لم يوفر للسودان مخرجا من أزماته ولا من نفقه. لسبب تذكرين أن حكومة الوفاق الأولى برئاسة الفريق أول بكري، يعني بدل ما أن كان تمضي إلى الأمام وتجد حل للأزمة الاقتصادية والأزمة المعاش ولتحسين اقتصاد الناس، على عهدها الأمور بدأت تتدهور أكثر فأكثر، لأنها تزامنت كما تعلمين مع موازنة العام 2018. وقفز الدولار الجمركي. ثم بكري تولى منذ مارس 2017 إلى سبتمبر 2018، بعده تولى الأمر معتز كذلك، رافقته قضية الوقود والنقود والخبز وما إلى ذلك. وهناك أحزاب قفزت من المركب قالت أن الحوار لم ينفذ، وهناك من هو باغن المؤتمر الشعبي قال أن الحوار قد أحيط به وأن وثيقة الحريات قد أشرت.
عن تقدير الرئيس البشير التبصر في كل ذلك وأجال نظره وبصره، أدرك أن هذا الحوار وهذا الذي كنت قد كتبته اليوم الحوار العسير أسير. نعم. أن الرئيس البشير أدرك أن هذا الحوار أضحى أسيرا. نعم يعني أستاذ عبد الرحمن سأعود إليك، لكن يعني أستاذ رحاب الحديث للسيد رئيس الجمهورية بأنه على مسافة واحدة من كل القوى السياسية، القراءات لهذا الحديث يمكن اختلفت حتى عند القوى السياسية السودانية. حزب الأمة الآن في واحدة من المنشطات يدعو السيد صادق المهدي السيد الرئيس للجلوس مع كافة الأحزاب السياسية السودانية. المؤتمر الشعبي عبر عن طريق هذا الحوار لدكتور علي الحاج بأن خطاب الرئيس تصالحي تسامحي، لكن هناك عدد من الأسئلة والجوانب تحتاج إلى تفسير من الرئيس شخصيا. يعني الاتحاد الديمقراطي أيضا في بيان وضح وجهة نظره ورأيه في هذه القرارات وهذا الخطاب التاريخي للسيد رئيس الجمهورية. يعني أنت كيف تقرأ هذا الراهن السياسي الآن في السودان بناء على هذه البداية من خطاب الرئيس الذي كثير من المراقبين تحدثوا بأنه لا يحمل الحل منفردا يعني بأي حال؟ صحيح أنه اختلف الناس والغنوات ليلة الجمعة عن ماذا يعني الرئيس بأنه يقف على مسافة واحدة من الجميع، وكان هذا الخطاب قد سبقه تنوير لمدير جهاز الأمن والمخابرات، كان قد أكد فيه ما تأكد للجميع لاحقا. أيضا هو كان ليلة الخميس الماضية حينما أعلن الرئيس من داخل المكتب القيادي للمؤتمر الوطني وطلب من عضوية المكتب القيادي أن يفوض سلطاته كرئيس المؤتمر الوطني لنائبه الأستاذ مولانا أحمد محمد هارون. نعم. وبهذا يكون الرئيس قد أكد ما قاله في خطابه، هذه أولا. ثانيا هذه أيضا معروفة في كثير من بلدان البلدان الغربية إنه رئيس المؤتمر أو مرشح المؤتمر حينما يأتي للرئاسة غالبا ما يجمد حتى عضويته داخل الحزب أو رئاسته للحزب، هذه أيضا تعطي الحزب فرصة للتفكير في مرشح آخر بعد 5 سنوات أو بعد 10 سنوات كما هو معمول في دورتين، أن رئيس الحزب الجديد أو يعني دائما ما يكون تحت الضوء عضويته ونظر العامة يعني. وحتى مسألة التفرق أنا أفتكر أكثر ما عانى منه المؤتمر الوطني في المرحلة السابقة أن معظم قادته هم وزراء ونواب رئيس ومساعدي الرئيس، وهذه ستتيح للمؤتمر الوطني فرصة كبيرة جدا في أن ينافس في الانتخابات القادمة ويعود لقواعده ويعني ذات المنابع التي أتى منها، يعني الجامعات والمدارس الثانوية والقرى. يعني نحن حينما قدمنا المدارس الثانوية وجدنا يعني الأرضية الصلبة التي انطلق منها المؤتمر الحركة الإسلامية والجبهة الإسلامية كانت موجودة في كل حي وفي كل مسجد وفي كل يعني، حتى حينما عدنا هنا الخرطوم حتى كانت العيادات المجانية كانت يقوم بها أطباء الجبهة الإسلامية القومية. يعني أنت تقول بأن يعني تفويض السيد الرئيس لمولانا أحمد هارون بهذه الصلاحيات الكاملة في رئاسة حزب المؤتمر الوطني غياب البشير لن يؤثر في أن يتحرك هذا الحزب الآن؟ يمكن قبل فترة مقدرة كانت هذه يعني الحزب البناء المؤسسي والقاعدي له قد انطلق في عدد من الولايات. يعني صحيح، وهذا فيه خير كثير. مولانا أحمد هارون بقدرته وحركته الدؤوبة ونشاطه يعني نشاطه الجم ونشاطه وهذا بالجم يعني قادر انه يعني يعيد للحزب يعني ألغه وترتيبه وتنظيمه واكمال المؤتمرات التي بدات في الاساس ثم انتقلت للمناطق والمحليات. وبذات النشاط الرئيس من منصته القوميه ومن احساسه بالمسؤوليه بما لحق بالبلاد في الاونه الاخيره سيقود الحوار، وهذا ما يجب ان تتفهمه الاحزاب الاخرى، ان الرئيس يعني يعني فرغ نفسه للشان القومي. نعم. حتى في إدارة الشان التنفيذي أتى برئيس وزراء هو إيلا
واتى بنائب اول وهو وزير دفاع ايضا سيتفرغ لمتابعه قضايا كثيره مرتبطه بالدفاع والامن. والرئيس سيقود وسيراغب الجميع. يعني استاذ رحاب عفوا للمقاطعه، لكن سنعود لمحور اخر في ذات القراءه، لكن في الجزئيه التي ذكرت يعني استاذ عبد الرحمن، هل تتفق مع استاذ رحاب بان غياب البشير لن يؤثر في حزب المؤتمر الوطني في امر التوسع هذا الذي ذكره استاذ رحاب في كل السودان؟ هذه الجزئيه. الجزئيه الثانيه، ربما تفويض السيد الرئيس لصلاحياته في شؤون الحزب لمولانا احمد هارون هو ترجمة فعلية لما قال وذكر بأنه سيقف على مسافة واحدة من كل القوى السياسية. أنا أبدأ وأقول أن غياب الرئيس البشير عن المؤتمر الوطني يمثل زلزالا كبيرا للمؤتمر الوطني ويحدث فراقا. صحيح أن مولانا أحمد هارون يعني عرف عنه الدأب والمثابرة والجد والاجتهاد، وأمس تحديدا كنا قد سألنا مولانا أحمد هارون، أنت تأتي في ظرف دقيق وصعب وفي ظل تحولات عظيمة، قال أنا دوما أعشق الصعاب والتحديات وأحب دوما أن أعمل في ظل الأزمات. تعلمين أن مولانا أحمد هارون كان واليا لجنوب كردفان عندما كانت الحرب مشتدة وعندما وقعت الكتمة، كان أحمد هارون هناك. هذه واحدة. الثانية، تعلمين أن أحمد هارون يعني استطاع في شمال كردفان أن يحدث تحولا كبيرا في التنمية وأن يقود نفيرا عظيما، لدرجة أن أول أمس عندما ذهب إلى شمال كردفان إلى الأبيض لودع أهلها تحولت الأبيض كلها إلى بكائية عظيمة. هذه واحدة. الثانية، الرئيس البشير فوض مولانا أحمد هارون. أحمد هارون يأتي في ظرف دقيق وصعب، التحدي أمامه كبير جدا، عليه أن يبني هذا التنظيم وهذا الحزب. قلنا له أمس لماذا توقفت عملية البناء؟ قال لأننا نريد أن نحكم الرؤية وأن نمضي على منهج وأن نحدد تواقيت زمنية لا نخترمها ولا نتعداها ولا نتجاوزها. وكذلك قال أنني سأتوجه لكل الواقفين على الرصيف من الذين نفضوا أيديهم عن الحزب وعن الحركة، قال سأتوجه إليهم وسأعمل على اجتذابهم. طالما يعني استاذ عبد الرحمن تتحدث عن هذا الحديث للسيد مولانا احمد هارون، دعنا ننتقل الى صحيفتكم. وهذا الحديث له هارون منفتحون تجاه كل ناشط في الساحه السياسيه والتحدث اليه. اكد رئيس حزب المؤتمر الوطني المكلف احمد هارون ان الرئيس عمر البشير يكرس الان كل وقته وتركيزه على المنصه القوميه، ولم يخف هارون ان الحزب يدرس اصطفاف كل المجموعات الاسلاميه على صعيد واحد، وقال المرحله المقبله علينا تختلف كليا وجوهريا عن المرحله السابقه، واضاف لازم نسمع الاخرين ويسمعونا، ولا بد ان نتقدم مع بعض خطوه من خنادقنا القديمه الى الامام. وتابع منفتحون تجاه كل ناشط في الساحة السياسية والتحدث إليه، وقال هارون في حوار مع الصحيفة أنهم سيزعون إلى أن يجلسوا إلى التحاور إلى من يجلسون على الرصيف من منسوبي الوطني سعيا حسيسا. وطمأن هارون بأنهم سيولون عناية خاصة إلى تحالفات الوطن القادمة وشراكاته السياسية مع القوى السياسية، وأكد أن السياسة هي خدمة الناس وحلحلة قضاياهم وتحقيق احتياجاتهم. يمكن يمضي هذا الحوار لمولانا هارون استاذ عبد الرحمن في صحيفتكم الصيحة، نواصل في تفصيل هذا الحديث. يمكن طبعا تذكر تماما انه كان هناك حديث عن ان المؤتمر الوطني ربما يبدل من ثوبه ويقير من جلبابه، واصلا تعودت الحركة الإسلامية على هذا. في الستينات القرن الماضي كان اسمها جبهة الميثاق الإسلامي. نعم. من بعد الانتفاضة تحولت الجبهة الإسلامية القومية، ومن قبلها كانت اسمها الحركة الإسلامية، ومن بعد الإنقاذ تحولت إلى المؤتمر الوطني. والآن هناك حديث عن أنها ربما تحولت إلى عمل جبهوي عريض. هارون قال أن هذا سيكون رهن المؤسسات عندما ينعقد المؤتمر العام، سينظر فيها كذا مقترحات. قال سنكون وفيين لأحلافنا القديمة الذين حالفوا المؤتمر الوطني خلال 30 عاما. الآن المؤتمر الوطني أصبح قوة مثل سائر القوى السياسية الأخرى
عليه أن ينظم تحالفاته، أن ينظم بناءه، أن يرتب نفسه لانتخابات قادمة بعيدا عن السلطة. نعم. هذا أمر مفهوم جدا. الوطني كذلك قال هارون منفتحون على كل القوى السياسية، وقال كذلك أن المرحلة القادمة تختلف تماما عن كل ما سبق. وفي هذا يعني أن الذي أحدثه الرئيس البشير مسألة تغيرا وتبدلا كاملا، على جميع أن يدرك ذلك. هذا يعني هذه الملاحظ يعني والتحليل لحديث مولانا هارون أستاذ رحاب، التحول وأن المرحلة القادمة ليست كالسابقة، يعني ربما هي مؤشرات في حديث الرجل، لأن سياسة الحزب كما هو سماها بأن المشهد السياسي في السودان يحتاج إلى نيولوك، يعني على مستوى السياسة عامة وعلى مستوى حزب المؤتمر الوطني. يعني كيف أنت تقرأ هذه المؤشرات في حديث مولانا هارون بعد التكليف برئاسة حزب المؤتمر الوطني؟ صحيح أنه أول شيء أول حاجة أنه الأحزاب محتاجة أنها كلها ترتفع إلى مستوى التحديات اللي بتواجه البلد. البلد يعني في السنوات الأخيرة عانت من أزمة اقتصادية. الأحزاب عليها أن ترتب بيوتها الداخلية تستعد للانتخابات، سواء قامت الانتخابات في 2020 أو أجل أو تأجلت عام عامين أو ثلاث. نعم. هارون برضو أشار إلى أنه الوطني يعني وفي جدا لتحالفاته القديمة، لكن برضو واضح أنه من حديث كثيرة تسربت في أنه ربما انفتح المؤتمر الوطني نحو حلفاء ليكون تيار جبهة وعريض كما ذكر الأخ عبد الرحمن، وهذا واضح أيضا يعني مما تسرب سابقا من المنظومة الخالفة للدكتور حسن عبد الله الترابي، كان ينظر في ذات المآلات يعني، وكان يقرأ وكأنه يقرأ مستقبل البلد، انه من المفيد جدا للبلد انه يعني التيار الاسلامي يصطف في حزب عريض جدا، لانه حتى الاحتجاجات الاخيره كشفت يعني انه يعني الرافضين ومن خلال هتافاتهم يعني كانت مصوبه نحو الرفض لما كله هو اسلامي، ووصمه بالفشل. لذلك فإن المطلوب أنه استفاف التيار الإسلامي في جبهة عريضة في حزب جديد، واستفاف الآخرين أيضا، يعني الديمقراطية تحتاج إلى ذلك، اليسار عليها أن يصطف الإجماع الوطني، نداء السودان، كل الذين تحالفوا في مرحلة سابقة عليهم أن يكونوا وزارة التحالف بحزب حتى ندخل المرحلة القادمة وهي مرحلة الديمقراطية الرابعة. نعم. بأحزاب يعني على الأقل هي أحزاب يعني في مقدورها أن تحصل على 30% أو 40%، حتى لأن نخرج من يعني الحكومات الائتلافية السابقة في الديمقراطية الثالثة. نعم. أكثر مهزة في الديمقراطية الثالثة أن يعني رغم أن حصول حزب الأمة على 101 دائرة لم يكن في بمفرده أن يكون حكومة بمفرده. نعم. فتحالف تارة مع الحزب الاتحادي وهو غريمه التاريخي. الحزب الاتحادي الآن ينادي بعودة الجمعية التأسيسية بحل البرلمان وعودة يمكن دي واحدة من الجزئيات اللي احنا يعني حنعود أيضا نكمل بها أستاذ رحاب، يعني مواقف القوى السياسية من خطاب السيد البشير، والبعض يتحدث بأنها كانت مواقف خجولة، إلا من الأحزاب التاريخية التي كان لها موقفها الواضح. يعني الحزب الاتحادي المسجل الذي يقوده أحمد بلال يعني حديثه مرتبك، يعني بدأ أنه مرتبك أنه يتحدث عن جمعية تأسيسية، مع أنه واحدة من الحاجات التي أضغط الرئيس بشرعيته الغايمة حتى في 2020 تبقى على المجلس الوطني والمجازة التشريعية. نعم. حتى يعني يحول المجلس الوطني كل ما تتفق عليه القوى السياسية إلى قوانين أو دستور دائم. نعم. ويمكن كما دعم المجلس، وهو كان مجلس منتخب دعم بعض المعينين من خلال الحوار الوطني، يمكن أن يدعم بآخرين حتى يجيز الدستور الدائم الذي يمكن أن تجرى به الانتخابات القادمة، سواء قلت لك قبل قليل جرت في 2020 أو 2022. لذلك ليس من المصلحة أن يحل المجلس الغائم حتى لا يعني نرجع بالوراء، لازم يعني في كل خطوة أن تبني على ما هو شنو والتحول. وهذا حتى في فترات الحوار السابق الناس كانوا يحدثون حكومة انتقالية أو حكومة قومية، رفض المؤتمر الوطني ورفض الرئيس البشير هذه، لأنه كان دائما ينظر للأمام، يعني أن يبنى على ما تم بناؤه سابقا.
نعم يعني أستاذ عبد الرحمن، بس أنا نظل في هذا الحديث عفوا أضيف إضافة بس وبعد ذلك يعني الأخير حاجة. كان في تنوير السيد فريق أول صلاح عبد الله قوش مدير جهاز الأمن والمخابرات، حين كان يحدثنا قبل أن يلقي الرئيس بخطابه، قال واحدة من الإشكالات الكبيرة تكاثر القوى السياسية الموجودة. قال هو يرى لو أن تحالف الوطني والذين معه والذين يوالونه في حزب هذه تمثل كتلة، لو تحالف السيد صادق المهدي ومعه في نداء السودان حركات دارفور المسلحة، هؤلاء يمثلون كتلة ثانية. لو تحالفت قوى الإجماع الوطن الحزب الشيوعي وأحزاب اليسار مجتمعة هذه كتلة ثالثة. لو أن الشباب تحالفوا ومثلوا كتلة رابعة وانخرطوا في كتلة الثلاث، قال في هذه الحالة سنحافظ على صحة الحياة السياسية. إذن يعني نظل في ذات الحديث لمولانا هارون بعد التكليف بأنهم منفتحون تجاه كل ناشط في الساحة السياسية. الرجل تحدث بأنهم سيزعون سعيا حسيسا للتحاور مع الجالسين في الرصيف من حزب المؤتمر الوطني. من عنا وقصد، وهل يعني هذا الحديث ربما يكون مؤشر لحديث سابق بأن هناك خلافات في فترة ماضية قد ضربت الحزب؟ طبعا تعلمين أن أحزابا كثيرة كانت تتهم حزب المؤتمر الوطني بأنه قسمها وشق صفها، لكن الوطني نفسه انشق وانقسمه. نعم. انقسم إلى شعبي ووطني، ثم بعد ذلك انقسم إلى حركة الإصلاح الآن، ثم بعد ذلك منبر السلام العادل خرج من بطن المؤتمر الوطني، هناك آخرون جلسوا سايحون، وآخرون جلسوا على الرصيف، وآخرون اعتزلوا الجميع كافة بسبب مواقف. ومن ثم فإن سيد أحمد هارون يريد أن يؤلف قلوب هؤلاء جميعا، ويريد أن يجمع صفهم، ويريدهم أن يلتئموا من جديد، ويريد العهد التسامح أن يسود. نعم. ربما لا 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 الأمر ليس هينا ولا يسيرا، لكن ربما لو أن الناس عادوا إلى عهدهم الأول، يوم أن كانت المبادئ هي التي تجمعهم، يوم أن كانت روح التزكية هي التي تسودهم، ربما عادوا إلى أول صفهم. نعم. طبعا تعلمين أن السلطة هي التي قسمتهم، ربما الآن وقد أصبحوا بعيدين عن السلطة ربما أمكن توحدهم. أستاذ رحاب طه، يعني الرجل بكل خبراته ومقدرته وثقة الرئيس فيه تفويضا بقيادة حزب المؤتمر الوطني، بهذا الحديث الإيجابي للصحف اليوم، يعني هل يعني تتوقع أن كل ما تحدث به مولانا هارون هو حيكون قيد التفعيل؟ إن شاء الله رجل سيكون له القدرة في أن يجمع من مرة أخرى الصف داخل حزب المؤتمر الوطني، وأن يبني أيضا جسور للثقة في التعامل مع القوى السياسية السودانية المختلفة. يعني كيف تقيم هذا الحديث؟ يعني أولا من خلال يعني تمرير أحمد هارون والثقة العالية التي حصل عليها داخل المكتب القيادي، أكثر من 75% من أعضاء المكتب القيادي البالغ عددهم 45 صوتوا لمولانا أحمد هارون، ثم عادوا مرة أخرى ليقبلوا تفويض الرئيس له كرئيس رئيس مفوض. نعم. كما قال أخونا عبد الرحمن الأمين، تم التصويت أولا يعني ثم التفويض التمرير ثانيا. التمرير بإضافته المكتب القيادي، وكان بحكم منصبي كوالي لا يجوز لأي والي أن يتولى أن يكون عضوا في المكتب القيادي، لأن المكتب القيادي مركزي. نعم. ثم في الاجتماع الثاني الرئيس طرحه ليفوض له سلطاته، فقبل الجميع يعني بإجماع قبلوا، وهذا مؤشر انه مولانا احمد هارون يجد قبول كبير جدا وسط قيادات المؤتمر الذين هم انتخبوا من قواعده. نعم. ايضا بمعرفتي بالرجل في فترات طويله، هو شيء قادم من مدرسه، يعني هو مدرسه قانونيه، عنده خبرات برضه في الدراسه في مصر، طبعا كل الناس اللي يدرسون في الخارج يعني في سن مبكر يتحملون المسؤوليه، ومع عملي كقاضي ثم عملي في جهاز الامن والمخابرات الوطني ثم عملي في الشرطه الشعبيه وعملي حتى في ولايه جنوب كردفان في فتره عصيبه جدا، يعني كانت اصوات الطلقات والدانات حتى
حول الساحة الداخلية لمطار كادوغلي وساحات ولاية مدينة كادوغلي. نعم. كل هذه المخاطر وكل هذه الصعوبات وثم توجهي في وقت يعني عصيب في ولاية شمال كردوان. كانت الوقت الولاية تعاني من شح المياه وما حدثه من حراك يعني عبر النفير يعني عاد الروح اللي كانت يعني يتمتع بها كل السودانيين وتقاسموا معه يعني الجنيه والجنيهات ليبنوا يعني المستشفيات والمراكز الصحية والملاعب. ومساهمة كبيرة جدا كانت مشروع النفير والمياه. نعم. يعني مشروع النفير. وأنا أجد أنه ده بيكون مدخل له أنه بيعمل نفير في الحزب لأنه عضوية حزب المؤتمر الوطني عضوية كبيرة زي ما قال عبد الرحمن أنه في عدد واقفين على الرصيف في ناس زاهدين في العمل في ناس اغتربوا عادوا للاغتراب من جديد في بداية الإنقاذ عادوا وتركوا يعني التدريس في الجامعات والعمل في المستشفيات والعمل في مؤسسات أخرى ضخمة جدا يعني وعادوا بالنداء. الآن أعرف كثير من الأطباء هاجروا يمكن أن يعيدهم أحمد هارون يستفيد منهم حزب المؤتمر الوطني في بناء الداخلي وتستفيد منهم البلاد كخبرات. نعم. ولكن يعني هذا ليس بالسهل ولكن من حركة أحمد هارون في الخمسة أيام الماضية يعني علمت أنه زار بعض القيادات التاريخية. نعم. واستمع إليهم واستمعوا إليه ايضا من حركته خلال يومين. يعني انا اول مره اعرف انه مشى كردفان وثم متى وجد وقتا ليجري حوارا في الراي العام وحوارا في وثم يستلم يعني هذا نشاط يعني كبير نشاط للرجل. نشاط كبير جدا لمولانا احمد هارون نسال الله ان يعينه ويوفقه ليخرج حزب المؤتمر الوطني به الى ساحات الوطن من جديد. استاذ رحمن يعني عفوا يعني استاذ رحاب راهن على شخصيه مولانا احمد هارون ووصف بان مهمته ربما تكون عسيره لكن الرجل لديه هذه القدره. يعني انت ايضا كيف تقيم هذا الامر؟ ودعنا يعني كقراءه عامه هذا الحديث السيد الرئيس الذي اتى يمكن لازاله الاحتقان السياسي ولاصلاح مسار الاقتصاد السوداني. يعني دعنا نربط هذا النشاط الكبير لمولانا هارون قياده لحزب المؤتمر الوطني وهذا الحديث في الانفتاح ايضا هو تجاه كل القوى السياسيه السودانيه. يعني أمس كنا غسأناه سؤالا مباشرا لمولانا أحمد هارون قلنا له أنك لم تكن مستغرقا في التنظيم عندما كنت واليا على شمال كردفان وكنت حتى الناس متهما بأنك كنت تنأى عن التنظيم ما أمكن. نعم. وكانت بينك وبينه مسافة ولم تكن موجودا دائما في أوعية التنظيم السياسي. قال هذا يعتمد على ما فهمك للسياسة ما هي. قال أنا فهمي للسياسة ليس طكحنك فهمي للسياسة أن تمضي في قضايا احتياجات الناس حلحلت قضاياهم وحلحلت قضاياهم. نعم. وإيجاد حل لمشاكلهم. نسب نجاح الرجل أستاذ عبد الرحمن في هذا الموقع الجديد. الأمر إذا تكلمنا عن ميزات وكاريزما مولانا أحمد هارون هو يتمتع بكل ميزات الرجل القيادي وبكل كاريزما السياسي الحصيف القادر على أن يوجد حلول رغم المدارس. لكن العمل داخل رقعة المؤتمر الوطني صدقيني ليس أمرا هينا إن لم يكن أمرا عسيرا. وأن تجمع الناس على قدر رجل واحد أمر يتطلب مشقة وعنت كبير. المؤتمر الوطني لم يعد خافيا أنه داخله باتت هناك شلليات وأنه داخله هناك صراعات وأنه تضربه في الداخل انقسامات. ومن ثم مولانا أحمد هارون عليه أن يستخلص نفسه من كل هذا وأن يقف على تلة عالية ليحشد كل الناس من حوله. أنتقل معكم إلى صحيفة الرأي العام. إدارة الموانئ تناقش العقد مع الفلبينية وترفع توصياتها للجنة العليا. وفي صياغ الخبر عقد مجلس إدارة هيئة الموانئ البحرية أمس اجتماعا ناقش تفاصيل العقد المبرم بين الحكومة والشركة الفلبينية لتشغيل ميناء الحاويات. وحسب مصادر الصحيفة فإن الاجتماع وقف على بنود الشراكة والليان المكونة لذلك وأمن على قرار اللجنة العليا لتعليق الاتفاقية لحين دراسة الأمر من كل جوانبه. وحسب المصادر فإن الاجتماع وقف أيضا على بند في العقد يشمل الحكر بين قوسين وينص على عدم إقدام الهيئة على إنشاء مرابط بالميناء لمدة 7 سنوات. واعتبروا البند مخالفا ويمكن أن يؤدي إلى فسخ العقد لأنه ضار بالمصلحة العامة والاقتصاد بالبلاد. يعني العقد مع الشركة الفلبينية
كانت هذه الإقالة قبل أيام منذ أن تولى رئيس مجلس الوزراء الجديد دكتور محمد طاهر إيلا لرئيس هيئة المواني وتكليف آخر. يعني هذا العقد الذي يمكن الآن هو شبه مجمد. يعني الكثير يتحدث عن اتجاهات للفسخ الكلي لهذا العقد مع الشركة الفلبينية وعن الأضرار التي قد تلحق بأن تكون هنا يعني تكون يكون هناك عقد بعشرين عاما مع شركة قد لا تكون الأرقام المالية في هذا الاتفاق هي مجزية بالنسبة للسودان. يعني أنت كيف تقيمون هذا الأمر؟ طبعا اسمه عقد امتياز تشغيل لنكون واضحين ابتداء. نعم. هو ليس بيعا وليس إيجارا. هذه واحدة. هذا العقد امتياز التشغيل تم طرحه في عطاء في العام 2016، تنافست عليه 10 شركات. أتت في المراكز الأولى شركة الفلبينية ابتداء، شركة مواني دبي الثانية، شركة بوابة البحر الأحمر السعودية الثالثة، والرابعة كان شركة فرنسية. وتحدث يمكن رئيس مجلس الوزراء السابق السيد معتز موسى بأن هناك شركة ألمانية عملت على الفرز، يعني لن نعم. لن تكون هناك خبرة سودانية أو هيئة المواني لديها يعني، لكن حتى هذه الشركة الألمانية حولها ظلال. دكتور عثمان البدري الذي كان نائب رئيس اللجنة التي نظرت في أمر عقد التشغيل وفي أمر الشركة الألمانية كتب خطابا للجنة، قال لاحظت أن هذه الشركة الألمانية التي استخدمتها هيئة المواني البحرية لتنظر في أمر مصلحتها، قال رأيتها دائما كانت دوما إلى جانب المصلحة الشركة الفلبينية. هذا نائب رئيس اللجنة قال هذا الحديث. من 2016 إلى 2018 وتم توقيع العقد في 13 يناير، كنت قد سألت حاتم السير وزير النقل السابق لماذا تأخر توقيع العقد نحو عامين. قال عندما تم فرز العطاء وقع خلاف في نقطتين أساسيتين مع الشركة الفلبينية. النقطة الأولى كانت حول الحصرية. الشركة الفلبينية كانت تريد أن يكون العقد حصرا عليها لمدة 20 عاما. والنقطة الثانية كانت حول سعر الصرف، هل يكون بالسعر الرسمي أم بالسعر الموازي. في أمر الحصرية تم الاتفاق على أن يكون الحصرية 7 سنوات، وهذا هو الذي ورد الآن. نعم. حتى هذا لم يقبلوا به أهل المواني. النقطة الثانية تم الاتفاق على أن يكون السعر الصرف بآلية السوق 47.5. المشكلة كبيرة جدا أن قالوا أن الشركة ستستثمر نحو 500 مليون يورو في تطوير الرافعات في الميناء، وستدفع شهريا من 1 إلى 1.5 مليون يورو أرباحا، وستدفع أرباحا متغيرة سنوية من 14 إلى 16%، بمعنى 2 مليون يورو. وأن الشركة الذي جعلها وحالها لتفوز بالمركز الأول أنها التزمت بمقدم 530 مليون يورو، دفعت منها مقدما 410 مليون يورو. ربما هذا الذي هو الآن قد يعجز الحكومة من أن تفسخ العقد، لأن 410 مليون يورو قد دخلت على الحكومة. أستاذ رحاب، يقول أصعب رحمن بأن الحكومة قد تعجز عن فسخ العقد مع الشركة الفلبينية لهذا الرقم الذي يعني ذكره. يعني أنت إلى أين تؤدي هذه يمكن اللجنة التي تقيم هذه الشراكة والتي سوف ترفع توصياتها، مسار هذه التوصيات إلى أين سيؤدي؟ أولا في معلومات يجب أن تصحح، هي صحيح أنه تقدمت في العام 2016 10 شركات، هذا كان التأهيل شركات. وبرضه معلومه ذكرها عبد الرحمن مهم جدا، ان المواني دي في العالم كلها بتدار، يعني ما في زول بيبيع لمينا. نعم. المواني دي بتؤجر، ومن هنا جاءت شهره مواني دبي. المواني الان محط صراعات اقليميه ودوليه. صحيح ايضا صحيح يعني. صحيح صحيح انه منطقه البحر الاحمر ذات، يعني انا نظرتي انه ده صراع على المنطقه بتاعت البحر الاحمر، جدل ده زي ما حصل قبل كده في المعادن. كان في صراع خارجي في مربع بتاع معادن تكشف، يعني الناس كانوا يتحدثون عن كنا وكان صراع من دولة أخرى، دولة كبرى. في الآخر المربع الذي كان محجدا أخذت شركة أخرى من ذات الدولة. الآن أنا أرى أنه الذي يعني يجري في الموانئ هو صراع دول، لأنه الشركات التقدمت دي كانت يعني أيضا تريد موانئ أخرى وتريد الميناء هذا. لكن من الأربع شركات تأهلت، الشركة الألمانية دخلت كاستشاري لشروط وضع العطاء. نعم. العطاء اللي هي متخصصة يعني. صحيح إنه المبلغ
الجدل كان حول المبلغ، هل المبلغ ده مجزي والمقدم مجزي والاقساط مجزيه، لكن من الممكن الان طالما الشركه الفلبينيه منفتحه الحوار في استيعاب العاملين، استيعاب من يمكن او الدوله ممكن تدفع لهم يعني حقوق مجزيه او تحويلها موانئ اخرى. يعني بورسوان تقريبا البحر الاحمر له 10 موانئ لكن كلها تحتاج الى تاهيل وتطوير مثل هذا. يعني من حق الدوله ان تنقل من الميناء الجنوبي الى الميناء الشمالي، من بشائر الى الميناء الاخضر، وعدد من الموانئ حتى الموانئ التي يقدم اليها صادر البترول ان تحتاج الى توسعه وحفريات واضافه بواخر عديده. يعني لا زالت بورسودان تحتاج الى عماله اكثر من الذين الان يعملون في الميناء الجنوبي. يمكن ان يزاد مقدم العقد، يمكن ان تزاد الاقساط، يمكن ان ينظر في التطوير، اليات التطوير بشكل يضمن يعني يعود للحكومه يعني عائد مجزي، يمكن يصل مبلغ لاكثر من مليار ونص دولار. يعني واتوقع انه يعني اذا استخدمت المرونه وفي ذلك ستوافق الشركه الفلبينيه على زياده المقدم، زيارة الأقساط وآليات التطوير التي تطور الميناء ليعود يعني بعد 20 عاما أكثر قدرة على استيعاب التطورات الممكن التي يمكن أن تحدث في الاقتصاد السوداني ككل واقتصاد المنطقة أو البلدان المجاورة. نعم أستاذ عبد الرحمن، ما انتهيت إليه في تحليل هذا الخبر بأنه ربما لن تستطيع الحكومة فسخ هذا العقد، يعني هذه الأزمة في إضراب عمال الميناء ارتبطت يمكن بعودتهم ومضاعفة مجهودهم في الميناء بتجميد هذا الاتفاق، والحديث يمكن لمدير هيئة الموانئ السابق بأنه يجب أن يعطى مهلة شهر حتى يتم تقييم هذا العقد. إذا لم يتم فسخ العقد يعني إلى أين ستؤدي الأمور والنتائج التي تترتب على عدم فسخ العقد مع الشركة الفلبينية؟ طيب هناك نقاط مهمة نثيرها ونقولها بعد ذاك نرى المآلات أو المصير. اللواء عبد الحفيظ صالح الذي كان مدير لهيئة الموانئ البحرية، نعم، والذي أقاله السيد معتز موسى رئيس مجلس الوزراء السابق، قال من بعد إقالته أنه حتى من بعد أن رسي العطاء على الشركة الفلبينية برزت من بعد ذلك جوانب فنية أبعدتها وأبعدت الشركة التي جاءت من بعدها أي شركة موانئ دبي. قال إلى الآن لا أدري من الذي أعاد الفلبيني إلى المشهد من جديد من بعد أن أبعدتها جوانب فنية. هذا كان قال حديث مدير هيئة الموانئ البحرية المقال. النقطة الثانية، قال في كل العقد الذي تم توقيعه برغم تكاثر صفحاته وبرغم أنه دقق في كل شيء، قال العقد كله لم يأتي على ذكر العاملين، نعم، ولا على مصيرهم ولا على مستقبلهم. هذه قال كذلك أنه ممكن فسخ العقد، نعم، لأن نصوص العقد نفسها تقول أنه في المرحلة التأهيلية يمكن لأي طرف أن يتقدم بانتقاداته أو بتبديلاته أو بتغييراته، ومن حق أي طرف حتى أن يغير من موقفه، هذا أمر مهم. لكنه قال المشكلة الوحيدة، السيد مدير هيئة الموانئ البحرية قال أنا لم أكن أعلم أن هناك مقدما قد دفع، سمعت من سائر الناس أن هناك مقدما قد دفع. هذا هو مدير هيئة الموانئ البحرية، حديث يحمل كثير من الاستفهامات يعني. نعم نعم. وقال لو كانت هناك عقبة يمكن أن تكون تقف أمام فسخ هذا العقد ربما إعادة هذا المقدم. نعم. السيد دكتور عثمان البدري قال حديثا مهما جدا، قال عندما كان التفاوض يدور مع الشركة الفلبينية، قال في المقدم هذا الذي أهلها لتفوز بالمركز الأول، قال أنها بدأت بعرض ابتدائي، قال من أول تفاوض معها قفزت من العرض الابتدائي إلى 530 مليون يورو. دكتور عثمان البدري بحكم خبرته التفاوضية قال لو شدد في التفاوض مع الشركة الفلبينية لكان قد ارتفعت بهذا المبلغ 530 يورو إلى 20 ضعفا. إذن ننتظر نتائج عمل هذه اللجنة التي ربما تخرج بقرارات لتصحيح مسار العمل بالميناء. أذل في ذات الصحيفة الرأي العام تدابير إضافية لضبط توزيع الدقيق بالخرطوم. أمن السلطات ولاية الخرطوم على اتخاذ المزيد من التدابير لضبط وتوزيع حصص الدقيق المقررة للمخابز وتأمين سلعة الخبز للمواطنين، ووقف الاجتماع الطارئ للجنة تنسيق أمن محلية الخرطوم على عمل الآلية الرقابية المشرفة على توزيع الدقيق للمخابز من المطاحن. وكشف الاجتماع الذي ترأسه المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم
ومدير شرطة المحلية عن مزاولة 306 مخبز آلية وتقليدية. العمل على مستوى المحلية تستهلك يوميا بما يعادل 7000 جوال من الدقيق المدعوم. إذن قضية ضبط وتوزيع الدقيق هذه القضية التي يعني استمرت، والآن يمكن في انحسار يعني لأمر هذا يعني عدم ضبط التوزيع للدقيق بالخرطوم، لكن كان تدخل من قبل لجهاز الأمن والمخابرات لضبط هذا الأمر. أتحدث الخبراء، تحدث المختصين بأن المشكلة هي في المقام الأول إدارية، لأن حصص الدقيق التي إذا تحدثنا عن ولاية الخرطوم هي كافية بالنسبة للولاية. يعني كيف تقرؤون هذا الأمر أستاذ رحاب؟ طيب والله هذه قضية يعني يمكن أمسكت بخناق البلد أكثر من 3 4 شهور، وهي نعم. ساهمت في إنه يعني أداء الحكومة السابقة رغم إنها تغلبت عليه أخيرا في الاجتماع الشهير الذي عقد نهاية ديسمبر الماضي، وبالتزامات يعني قبلتها الحكومة وهي مكرهة، لأن إحدى شركات الدقيقة الكبرى رغم أن الشركات الأربع الأخرى كانت اتفقت على زيادة نسبة الاستخلاص نعم. ل 85% 17 جوال من كل طن، ثم بدأت الترتيبات الأولية كانت أنه جهاز الأمن والمخابرات تولى مراقبة الأفرام، كان موجود يعني في كل فرم فرد من أفراد جهاز الأمن، ثم تولوا إدارة ذكية أن كل جوال يخرج من المطحن إلى المخبز حتى المعجن، يعني كل عجنة يكون يقف عليها احد افراد جهاز الامن المخابرات. وانا داخل الى التلفزيون نبهني صديق عزيز انه امس ولمس بدات تعود او تزيد يعني الصفوف وتزيد الصفوف، وانا متيقن انه يعني زي الواضح انه لانه كان يفترض الحكومه السابقه كانت قبل كل نهايه شهر تجتمع باصحاب المخابز لتجدد العقد ويحدث تفاوض، لانه قبلوا بدعم 680 جنيها لكل جوال، وفي شهر فبراير سددت الحكومة 48 مليون دولار كل أموال الدعم، وأموال الدقيقة التي استورد بها دفعت مقدما لشركات الدقيق. نعم. يفترض في نهاية فبراير الماضي اجتمع مجلس الوزراء، رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدولة المالية، هو مكلف كان بالمعنى مسلم وزير الدولة بالمالية السابق مسلم كان مكلف لينظر في مارس. نعم. لينظر في مارس. أنا يعني متخوف إنه الحكومة تكون أهملت هذا الملف، خاصة إنه كان ممكن تحقق مكاسب للحكومة، لأنه أسعار القمح بعد أن وصلت 265 دولار انخفضت في منتصف فبراير الماضي إلى 241 دولار، وهذا بيعود بحوالي 24 دولار نعم. للحكومة يعني نعم. وإما أن تستمر في دفع سداد بالدولار وهو متوفر لها في هذه الأيام، يعني كان يمكن أن تسدد هذا. ولذلك أنبه يعني القيادة الجديدة لمجلس الوزراء والقيادة الجديدة للحكومة أن تنتبه لهذه المشكلة، لأنه أي تولد صفوف جديدة سيشكك في كفاءة الحكومة الجديدة، وسيشكك في التحول الجديد، وسيدفع الذين رفضوا هذا التحول نعم. وخرجوا في المظاهرات الأسبوع الماضي إلى التعبئة من جديد وإلى إخراج مظاهرات أخرى. يعني أستاذ عبد الرحمن، تحدث الأستاذ رحب طه بأن الحكومة الجديدة يجب أن تنتبه لهذا الملف، لكن في الأيام الماضية يمكن وجه السيد رئيس الوزراء دكتور محمد طاهر إلى بزيادة نسبة القمح المستورد يعني حتى يتم ضبط هذه الأزمات، منها أزمة الخبز. يعني إلى أي مدى يمكن أن يسهم هذا الأمر في انجلاء هذه الأزمة؟ ويظل الحديث أيضا عن أن الأزمة إدارية، يعني طالما الحصص هي راتبة أمر إدارة هذه الحصص من المطاحن إلى المخابز هنا يكمن يمكن المؤدي لهذه الأزمة وظهورها اختفاءها ثم ظهورها مرة أخرى. يعني طبعا أزمة الخبز هذه أعيت من يداويها. تعلمين أن حكومة الأول لأمرها كانت قد فرضت دعما والتزمت به 100 جنيه، ثم في غضون فترة يسيرة ارتفعت ب 100 إلى 242، ثم دفعة واحدة إلى 350، ثم إلى 450، ثم إلى 680 دفعة واحدة. وهناك من هم متخصصين وأصحاب شأن في الدقيق قالوا أن المطاحن
يعني قد مارسوا قسوة بالغة على الحكومة يعني، وهذا الدعم ربما حتى كان مبالغا فيه الذي التزمت به الحكومة، 680 مليون جنيه شهريا بواقع 68 مليون يوميا. الذي قال به رحابا أخشى أن يكون هو الذي وقع وحدث. نعم. هذه الاتفاقية تجدد شهريا وانقضت في شهر الماضي، وإلى الآن لم يظهر في الأنباء أن الحكومة قد جددت اتفاقها مع المطاحن. ولأجل ذلك أخشى أن تكون هذه الفجوة أن الحكومة لم تنتبه أو تلتفت إلى تجديد العقد مع المطاحن بحيث يتوفر هذا الأمر. طبعا الآن هناك القمح المحلي. نعم. والآن السيد رئيس الوزراء كان قد وجه برفع السعر التركيزي من 1800 إلى 1850. نعم. وإن كان البعض يقول أن التكلفة قد تزيد عن 2000 وزيادة، طبعا لو زادت عن هذا معنى هذا أن سعر القمح محليا أغلى من حتى من السعر العالمي. نعم. طبعا البعض يصير مشكلة أن القمح، والسيد إيلا قال أن هذا القمح ربما يوفر نسبة 40% من المطلوب، لأن المساحات التي زرعت هذا الموسم كبيرة. 712 يمكن. نعم. يحدث عنها وزير الزراعة السابق. نعم. حسب النبي موسى، وأنهم. نعم. يأملون أن الموسم القادم سيرتفع الإنتاج ل 780. نعم. يعني أيضا هناك التساؤل بهذا المنتوج الكبير جدا والالتفات للزراعة، يعني كواحدة من الموارد التي يجب أن تكون يعني ضمن منظومة الاقتصاد الكلي السوداني، يعني طبعاً لماذا لا يتم توطين زراعة القمح يعني في طبعاً السودان؟ طبعا في أول أمرها الإنقاذ كانت عندما كانت ترفع شعاراتنا كل مما نزرع يمكن طبقته مرة واحدة وموسما واحدا عندما كان السيد أحمد علي جنيف وزيرا للزراعة، ثم بعرحت هذا المربع. الآن لو عدنا وأردنا أن نوطن القمح علينا أن نخفض من تكلفة الإنتاج ومن مدخلات الإنتاج، وأن ندعم زراعته دعما حقيقيا، وأن نخفض من تكلفة الجزولين والكهرباء. لأنه كما تعلم أن ارتفاع تكلفة الإنتاج تجعل البعض يرفع صوته عالي إذا كان هذا تكلفة إنتاجنا من القمح داخليا، وإذا كانت تكلفة طن القمح عالميا أقل من ذلك بكثير، فلماذا نشهد أنفسنا في زراعته بدلا من أن نستورده؟ نعم. طبعا هذا يعني هذا خطأ في الفهم، لأنه من لا يملك قوته لا يملك قراره. ولأن القمح أصبح سلعة استراتيجية ليس مهما كم تدفع فيه، لكن مهم جدا أن توطنه في الداخل حتى لو زادت تكلفته وأربت، هذا أمر مهم. النقطة الثانية، الحديث الذي ذكره السيد رحاب السيد مدير جهاز أمن المخابرات قال ليست مشكلة الخبز كلها مالية وعدم توفر الدقيق، وإنما هناك ثغرات إدارية. نعم. كان يحدثنا أنهم عندما دخلوا على الخبز في يوم واحد استطاعوا أن ينظموا أمره. الأمن لديه 200 فرد في كل مطحن ليراقب أمر مسار الدقيق من المطحن إلى المخابز إلى في كل غنواته. قال يوم أن انسحبنا وسلمنا الأمر للولاية عادت وفتحت الثغرة من جديد. الإداريين لديه مشكلة فأنهم لا يسدون ثغراتهم. ومن ثم الآن أنا يخيل إلي رئيس الوزراء محمد طاهر إلى في هذا الجانب حاسم جدا، وفي أمر الثغرات الإدارية هذه ربما يغلقها، لكن تبقى مسؤولية أن يتوفر الدقيق في عظمه. نعم. والأسبوع الفات أول تصريح ليلة في قصة الدقيق قال فتحوا استيراد الدقيق مش القمح. الدقيق. صحيح إنه في دراسة اتعملت في عهد رئيس الوزراء السابق إنه استيراد الدقيق السعر اللي بيصلبوا الدقيق هنا بخفف الدعم من الحكومة، لأنه بيصير بسعر أقل. لأنه برضو واضح جدا المطاحن واحدة من مشاكلها إنها ما يعني حريصة جدا انها تدفع التكلفة. نحن موقنين انه صحيح في تطور في طريقة الطحن بشركات دقيق، وفي مطاحن بتدي مرتبات عالية، لكن واضح اذا ممكن ينتج دقيق في تركيا بأقل ويصل بالمواني وحركة الطريق ومشاكل المواني بأقل، معناه هناك شنو؟ مشكلة في 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 في, في تكاليف الطحن. انا في ظني ان هذا القرار كان يفترض أن لا يعلن وينتظر بها غالينا حتى مارس، لأنه مارس يعني يفترض أن نمضي بالعقد القديم، وخاصة في أبريل ستفد إلى مخازن البنك الزراعي كميات القمح من الشركات الكبرى التي بدأت يعني تنتج، يعني شركة الراجحي، شركة معاوي البرير وشركات أخرى، زادنا. شركة ويدي إخوان وزادنا. نعم. يعني الآن في أكثر من 5 شركات كبرى دخلت على غير العادة في عهد جنيف، احتفل بجهد المزارعين في الشمالية وفي نهر النيل وفي الجزيرة. نعم. الآن شركات كبرى تزرع بدأت يعني تقفز بالمساحة المزروعة
من 10,000 فدان ل 20,000 فدان، يعني المزارع كان يزرع 5 فدان 3 فدان، الان في مقدور يمكن ان تكتفي في ان تكتفي البلاد في غضون 3-4 سنوات، ويمكن ايضا كما ذكر اخي عبد الرحمن ان تخفض المدخلات المنتجات الزراعيه، لكن يجب ان ننبه ان الكهرباء كهرباء القطاع الزراعي هي الارخص. كهرباء المشاريع يعني ايضا واحده من التحديات التي تواجه الزراعه في السودان، يعني كثير من القضايا هي في نقطة وكثير مهمة من الملفات جدا. نعم اتى عليها الاخ رحاب حديث السيد رئيس الوزراء ان يفتح الباب لاستيراد الدقيق، ربما هذا مثل ما قال الاخ رحاب بسبب ارتفاع تكلفة الطحن في السودان. لكن هذا واجه انتقادا، لان استيراد دقيق هذا معناه تعطيل كل طاقة المطاحن الموجودة في السودان، وهي مطاحن كبيرة جدا، ومن ورائها ستعطل أسر كبيرة جدا، ربما هو حل الآن يعني صاحب الرحمن. نعم إحاطة بهذه الأزمة يعني. طبعا برضو هناك أمر يدور حوله أهل المطاحن، ربما لأن لهم مصلحة في الاستيراد، من قال يقولون أن القمح المزروع في السودان درجة الرطوبة فيه عالية قد لا تناسب مطاحنهم، لكن خبراء يقولون أن الرطوبة هذا يمكن معالجته ويمكن طحنه. نعم. الشركة الوحيدة التي كانت يعني تتعلل بذلك 10 سنوات هي شركة سيجا. العام الماضي نافست على شراء قمح شركة الراجحي وفازت به رغم ما كانت تقوله، وتسابقت كل الشركات في السنوات الثلاث الماضية حينما بدأ السودان ينتج 20-30-40% تسابقت على شراء شنو، لأن شركة الراجحي يعني كانت قد عملت نظاما تقنيات زراعيه جديده، تقنيات زراعيه ونظاما عالميا، يعني الشاحن التي تنقل القمح من الحقل الى المطحن مباشره، يعني من الحقل دون ان يعبى حتى في جوالات كما هو حادث في السفن. وطريقه لتقلل التكلفه، الان تكلفه الجوال الان حوالي 100 جنيه. كما ذلك الذين انتقدوا امر استيراد الدقيق يا اخو غادة قالوا ان الدقيق سريع العطب والعفن، ويحتاج في أمر تخزينه إلى درجة من المواصفات، ومن ثم لو استوردنا كميات كبيرة جدا ربما تلفت بسبب التخزين. يعني كما ذكر أستاذ رحاب طه، يمكن الآن الراجحي كمستثمر غير سوداني الآن في مجال القمح يمكن زاد نسبة الزراعة في الأيام الماضية ب 550 يعني ألف فدان يعني. لا هو ماذا 550 نعم. هو أدوه مساحة حوالي 450 ستزرع فدان. ستزرع العام القادم أي يعني. 550 ألف فدان في ولاية نهر النيل و 400 ألف فدان في الشمالية. بدأ الزراعة يعني مضاعفة، يعني بيمتثلوا مواعيد جنيف 1/11 بتكون كل المساحات على ضخامتها زرعت. يعني أنا شهدت العام الماضي كنت موجود في الشمالية أيام زراعة القمح، شهدت أنه يوم 1 يوم 2 كل المساحات شنو؟ إذا ستوسع زراعتهم إن شاء الله العام المقبل. أنتقل معكم إلى صحيفة أخبار اليوم. تفاهمات بين الخرطوم وواشنطن بشأن استئناف الحوار الثنائي. وفي صياغ الخبر، جددت الحكومة مطالبتها للإدارة الأمريكية بضرورة رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب خلال جولات التفاوض القادمة، في وقت أكدت فيه أنها قطعت شوطا كبيرا في المشاورات بشأن استئناف الحوار الثنائي. وقال مصدر دبلوماسي مطلع بوزارة الخارجية إن الجانبان توصلا إلى تفاهمات خلال اللقاءات المستمرة بين الجانبين من أجل الوصول إلى صيغة محددة لتحديد أجندة ومحاور الحوار الثنائي، مشيرا إلى أن هناك تعاون واضح ووثيق من قبل السودان في مكافحة الإرهاب، وأضاف هذا التعاون مشهود به من قبل المعنيين من كبار المسؤولين الأمريكيين. إذن هي المرحلة الثانية لجولة التفاوض بين الخرطوم وواشنطن. يمكن السودان أوفى من مطلوبات كثيرة فيما يتعلق بمحاربة الجريمة العابرة الحدود، الإتجار بالبشر، أيضا يعني دوره الإقليمي في الأمن واستقرار القارة الأفريقية من خلال سلام الجنوب وإفريقيا الوسطى. يعني أجندة الآن يتم الاتفاق حول ما ستحويه إن شاء الله لمرحلة تفاوض وتحاور جديدة بين السودان وأمريكا، إلى أين ستؤدي يعني. أستاذ رحاب، كما كان يذكر رئيس الوزراء السابق معتز موسى، أنه نحن يعني حل قضيتنا هنا، ما حل قضيتنا في الخارج ولا في الولايات المتحدة، سواء رفعت عنا العقوبات أو لم ترفع، لأنه في عقوبات سابقة الاقتصادية رفعت في شهر أكتوبر من العام الماضي ولم يجني السودان منها شيئا، لأنه حتى البلدان التي تأتمر بأمر أمريكا قد وقفت حتى التحويلات، يعني التحويلات
البنكية بين بلدان الخليج والسودان، حتى أن السودان يدفع فرق كبير جدا حينما يريد أن يستورد. لكن واقع الحال أستاذ رحاب يقول بأنه لابد أن يتم الانخراط في هذا الحوار حتى يتم رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، لأن هذا الأمر مؤثر بالتأكيد. لا، الحوار مطلوب يعني مع الولايات المتحدة وما غيرها، ومصالح السودان يجب أن تراعى من قبل وزارة الخارجية. لكن التأويل الكبير على أن مشكل حل مشكلتنا في الخليج أو في أمريكا سيقعد بإمكانات الشعب السوداني يعني سيعطل موارد السودان الكبيره. يعني احنا قبل شوي كنا نتكلم عن قضيه القمح، القمح الذي نستورده ب 500 ل 600 مليون دولار يمكن ان تزرعه بخطه محكمه لثلاث سنوات. اذا غير الزراعه اين تكمن الحلول يعني للنهوض بالسودان؟ يعني السودان الزراعه والمعادن والنفط، يعني وزير النفط السابق كان يتحدث عن وجود احتياطي ضخم، الزراعه المعادن كلها. يعني بس بقليل من الاجتهاد يمكن أن نحقق أو الفارق في الميزان التجاري أو ميزان المدفوعات، يمكن أن نحقق من الذهب وزيادة الإنتاج في السمسم وفي الصمغ وفي القطن وغيره، ويمكن الاكتفاء من القمح، ويمكن أيضا الاكتفاء من إعادة الاكتفاء من النفط. نعم. بزيادة إنتاج الحقول، بزيادة نسبة زيادة التقنيات المستخدمة في النفط في الحقول القديمة وأيضا في حقول جديدة، وبإدخال شركاء آخرين روسيا يعني وبلدان أخرى، يعني الآن تركيا وآخرين يزعون الاستثمار في النفط إلى جانب الصين وماليزيا أيضا عادت من جديد. يعني يمكن تحقيق ذلك إذا كانت هناك خطة محكمة عامان أو ثلاث يمكن أن يتحقق ذلك. وهذا لا يعني يمكن ان نستفيد من الاخرين، لكن لا نرهن حل مشكلتنا الداخليه للخارج. دعونا نتحدث عن هذا الامر بتوسع، لكن يعني قبلا يعني صعب الرحمن، البرلمان العربي في انعقاده الاخير بجمهوريه مصر العربيه تحدث بضروره رفع اسم السودان من قائمه الدول الراعيه للارهاب، واحده من الدول صاحبه القوى الصين ايضا تحدثت عن هذا الامر. يعني كيف تقيم مثل هذه المواقف وجولة ثانية للحوار ربما قرأها البعض بإيجابية أنها ستكون مؤشر في أن يرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في وزارة الخارجية الأمريكية؟ يعني أنت كيف تقرأ؟ أخذ غادة المفارقة أن اسمنا وضع في قائمة الدول الراعية للإرهاب العام 1993. نعم. والحصار فرض علينا في العام 1997، والحصار أنجبه وضع اسمنا في قائمة الدول الراعية للإرهاب. فكيف يتم شطب الابن وتترك الأمة التي أنجبت؟ هذه هي الإشكالية الأساسية. أمريكا كانت تعلم يقينا أن رفع الحصار لن يفيدنا طالما أن اسمنا موضوع. وموضوع هذه القائمة منذ العام 2000، جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني كان متعاون تعاون كبير منذ العام 2001، اعترفت أمريكا أن السودان تعاون تعاونا بناء جدا في مكافحة الإرهاب. الأمر عند أمريكا أنها هي تريد أن تفرض شروطها في كل مرحلة من المراحل. الآن من بعد أن طوى السودان معها ملف المحاور الخمسة، طرح شروطا جديدة من بينها أن يوقف السودان الانتهاكات الدينية، وأنت تعلمين في السودان ليست هناك من انتهاكات دينية مؤسسية. لا. اللهم إلا من بعض التصرفات أفراد، عن يطلب أن لا تكون عطلات المدارس الأجنبية بدلا من الأحد لتكون سبت، ما إلى ذلك. نحن لم نصل يعني تغيرنا من الدول إلى تفجير كنائس يعني. نعم. السودان فيه هذا التسامح، التسامح التسامح هذه التسامح والتعايش. نعم. يعني نعم. ربما الآن الذي مثل ما قال الأخ رحاب أنا أتفق معه أن حلولنا داخلية وليست خارجية. يعني أمريكا تريد أن تقول لنا مثلا عليكم أن تحترم حقوق الإنسان، تنظر إلى الاحتياجات وتقول أن هناك مثلا إسراف في استخدام العنف مثلا، تقول لنا مثلا استخدام حالة الطوارئ وأن هذا يقيد الحقوق الأساسية ويفرض الإجراءات الاستثنائية. نعم. وهذه نملكها نحن ولا تملكها أمريكا. نحن بوسعنا أن نطور من نفاقنا الوطني الداخلي، نحن بوسعنا أن ندير حوارا مع بعضنا وننهي حربنا ونفرض سلامنا. إذا نحن أجرينا كل هذه الحلول الداخلية نحن بوسعنا أن ندير حوارا مع المحتجين ونصل إلى تسوية سياسية. إذا نحن أنجزنا كل هذه الملفات الداخلية فما الذي يجعلنا نسحب تلقاء الخارج؟ نعم. الخارج أتى إلينا من ثغرة اختلافاتنا ومن تناحرنا ومن شقاقنا.
هذه الثقلة للاختلافات يا أستاذ عبد الرحمن ربما تؤدي الحديث عن أن هناك قوى سياسية ربما تستخدم ما يحدث الآن من أحداث في الخرطوم يعني تكون واحدة من الدفوعات التي تحدث فيها عن أنه يعني إذا كان الحديث جدلا عن قانون الطوارئ المفروض الآن في السودان بأنه أيضا واحدة من بوابات التقييد لحريات التعبير وما غير ذلك، يعني هل يمكن أن تؤثر أيضا في مسار الجولة الثانية للحوار بين الخرطوم وواشنطن؟ من المؤكد أمريكا نفسها عندما كانت الاحتجاجات ربما كانت في شهرها الثاني وحدثت المواجهات كان هناك تصريح أمريكي قال أن ربما هكذا مواجهات والذي يجري في الشارع ربما لا يساعد على نجاح التفاوض ما بيننا وما بين السودان. هم طبعا يستغلون في كل لحظة يفرضون علينا شرطا جديدا ومن ثم علينا أن نعكف على حل داخلي والله نصوب النظر للخارج كثيرا. بالحديث أستاذ رحاب يعني اتفقتم أنت وأستاذ عبد الرحمن بأنه يجب الحل داخلي يعني في السودان، لكن الحديث عن انطلاق هذه المفاوضات المرتقبة مع هذا الدعم الذي وجده السودان برفع اسمه من قائمة الإرهاب وهذا يعني هذه المطلوبات التي أوفت بها الخرطوم يعني على كافة المستويات، إذا توقفنا عند سلام الجنوب وسلام إفريقيا الوسطى يعني برأيك إلى أين ستؤدي هذه الجولة الثانية؟ صحيح أن السودان المرة دي بيمشي يعني عنده ملفات ثانية كثيرة جدا يعني قدم فيها ما فوق طاقته يعني سلام الجنوب تعلمين أن الجنوب كان جزء من السودان والذين يتباكون على يعني على ما جرى في الجنوب في الخمس سنوات الماضية هم الذين ضغطوا لكي يفصل الجنوب. السودان تسامى فوق جراحاته ومد يده للأخوة في الجنوب حتى كان شهد السودان التوقيع بين الفرقاء في الجنوب وبدأت الآن الجنوب بدأ يشهد استقرار نسبي أو جزئي وتدرج. أنا ذهبت الشهر الماضي إلى ولاية الوحدة برفقة وزير النفط وشهدت يعني أنه الكل يحرص آبار النفط التي يعني يغوص فيها شباب سودانيون هم الذين استخرجوا نفط السودان الآن يساعدون الجنوب حتى بلغ الإنتاج يعني وصل إنتاج الشهر الماضي إلى 160 ألف برميل يوميا يمكن أن ترتفع خلال هذا الشهر إلى 200 ألف برميل ومن بعده إلى 250 إلى 300 حتى النصف الثاني. الجديد إنه السودان سيسحب هذه المفاوضات وإنه يعني شريك في سلام عجز عنه كل البلدان وحتى الذين كانوا يسمون نفسهم آباء للانفصال الذي حدث وأيضا قطع شوطا كبيرا في سلام أفريقيا الوسطى وحتى الخطاب الرئيس أيضا للقوى السياسية كله هذا يصب في أن تمضي الولايات المتحدة الأمريكية في حوار جاد يعيد للسودان حقوقه يعني التي يعني بسبب هذا الحصار وبسبب هذا في إحفاء الديون التي كان قد استحقها من نواحي فنية استحقها ولكن النواحي السياسية حرمته في فك الحصار الاقتصادي برفع اسمنا من قائمة الإرهاب. كل هذا يعني وأتوقع أنه يعني هذا الحوار سيمضي يعني وإن كان التقدم سيكون ببطء. يعني توقع أستاذ رحاب بأن يكون التقدم ببطء في هذا الحوار، هذه المرافعة التي قدمها رئيس البرلمان السوداني بروف إبراهيم أحمد عمر عن أن هذا الحصار ووضع اسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب مسوقه أمني لا يستند على وقائع حقيقية، يعني هل نستطيع أن نتكهن بأن الأمر يمضي إلى وإن كان تحدث أستاذ رحاب بأنه سيكون البطء لازمة لهذا الحوار في أن يرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب أم سيظل الأمر كما عليه استنادا لأنه يعني هذا الأمر لا تسنده وقائع حقيقية يعني في وضع اسم السودان فعليا يعني. أصدقيني أنت تدورين حول الحمى وفي كل مرة تعودين وتقولين لا بد من هذه المفاوضات، نعم لا بد من هذه المفاوضات ليس من مناص، لكن قبل أن نمضي إليها
هناك هوم ويرك داخلي لابد ان ننجزه. هذا الهوم الويرك الداخلي لابد ان ننتهي الى حوار داخلي ينهي ازماتنا الداخليه. حينها سنذهب الى هذه وسنجد الابواب قد فتحت امامنا. الان هناك حصار مفروض علينا، هناك اسم موضوع في قائمه الدوائر على الارهاب. بسبب هذا الاسم الموضوع هناك دين خارجي الان بلغ ما يزيد عن 50 مليار دولار، واصل الدين الخارجي هذا ان الفائده المترتب عليه اكبر من اصله. نعم. لانه عبر السنوات منذ مايو. المشكله اتفاقيه الهيبك اسقطت هذا الدين عن السودان وقالت انه يجب ان يسقط عنه. نعم. لانه استوفى كل الشروط للدول الفقيره التي اسقلها الدين الخارجي. عندما ذهب السودان الى دول نادي باريس قالوا له ان الامر سياسي، ولأجل إسقاط هذا الدين عليك أن تحصل على موافقة الولايات المتحدة الأمريكية. يا أختي الأمر كله سياسي، من عدم إسقاط ديننا إلى وضع اسمنا في قائمة الدول الراعية للإرهاب. وهذا الأمر سلسلة وقائمته تطول. طول ما نحن كلمتنا مختلفة وصفنا مختلف ونحن منقسمون سيظل اسمنا موضوع، والحصار الذي رفع باليمين سلبه مننا وضع اسمنا في القائمة بالشمال. الآن حتى بعد رفع الحصار ما من بنك الآن يتعامل معنا يا أختي، ما من مراسلات خارجية، نحن محاصرون تماما، ولأجل هذا نحن مخنوقون إلى هذه الدرجة. يعني أنت يعني أستاذ عبد الرحمن قبل تحدثت عن أن الحل يكمن في الداخل، والآن تتحدث عن خروج السودان عن منظومة المصارف العالمية، يعني ربما يعني هذا التناقض في الحديث. يعني أنا لم أقول أن نخرج عن المنظومة، نحن الآن خارج المنظومة. خارج المنظومة نتحدث عن أننا خارج نحن المنظومة. الآن خارج المنظومة وأنت تحدثت عن أن الحل في الداخل، في الداخل بدءاً يعني. الحل في الداخل وفاق سياسي. حل السلمي تضع الحرب فيه أوزارها. لو لم نفعل ذلك هذه رشيدة الداخلية، لو لم نفعلها لن نحصل على الحل الخارجي برفع اسمنا يا أختي. نعم. إذن أنتقل إلى صحيفتكم أستاذ رحاب، الوفاق وهذا الخبر المركزي، طرح العملة فئة 500 جنيه نهاية مارس الجاري. أكد بنك السودان المركزي استمرار استلام البنوك للأوراق المالية بصورة يومية وراتبة في وقت أعلن فيه عن استلام البنوك أكثر من 3 مليار جنيه خلال الأيام القليلة الماضية. وقال دكتور محمد خير الزبير محافظ البنك المركزي إن البنك يقوم يوميا بتسليم البنوك مبلغ 200 مليون ليتم أو 300 مليون ليتم ضخها عبر الصرافات الآلية لتوفير احتياجات المواطنين من النقود، مؤكدا وجود انفراج نسبي حسب الإحصاءات الرسمية، متوقعا تحسن الأمور كثيرا مع مرور الأيام. وكشف الزبير عن وصول الأوراق الخاصة بطباعة فئة 500 جنيه إلى مطبعة العملة يوم الثالث من مارس. أكتفي بهذا القدر من الخبر مباشرة. أستاذ رحاب يمكن قبل تحدثت عن مشهد في ميال الصرافات الآلية التي بدأت يعني تتدفق إليها النقود من المركز. يعني هذا الموضوع مهم يجب أن نتوقف عنده طويلا نحن أنا وزميلي عبد الرحمن، لأنه واحدة من القضايا خنقت البلد قلنا في 3 أو 4 شهور الماضي. الآن كل هذا الجهد الذي بذل أنا يعني من خلال متابعة لصيقة في خلال الثلاثة أشهر الماضية، بدأنا بطباعة 50 جنيه الجديدة والمئة جنيه والمئتين جنيه، والآن بين أيدينا المئة والمئتين والخمسين الجديدة، يمكن تراها بدأت تشكل يعني حوالي 20% من أي مبلغ تستلمه. كل هذا الجهد إذا لم يعاد تقويمه ستضيع هذه الأموال وستسحب إلى المضاربات. أمس قلت لك يعني أنا مهتم بالقضية دي والقضية الاقتصادية، يعني أتابع يعني لا أسهب لاستلم بنوك من الصراف. نعم. لكن كنت أراقب من 3 أشهر أن هناك شباب بدوا يتكسبون من هذه، وهناك ضعاف نفوذ كبار تجار الدولار أصبحوا يوزعون، هؤلاء الشباب يستغلون يعني عطالتهم وإجازات الجامعات ليوزعونهم على الصرافات. وسألت أحد الشباب وقلت ذلك لكل المسؤولين بما فيهم محافظ البنك المركزي رئيس الوزراء السابق وقيادات رفيعة في الدولة، إنكم إذا لم تعدلون من هذه السياسة سنعود يعني لأزمة سيولة جديدة، وستسحب النقود المعتز. كان في ندوة برضو وضح الكلام رئيس الوزراء السابق، هناك فرق بين الإصدار إصدار العملة وطباعتها.
يعني من الطباعة لأنه بمغدور بنك السودان المطابعة الداخلية والخارجية التي تعاقد مع البنك المركزي أن تطبع، لكن متى يكون الإصدار؟ إذا كان الإصدار بهذه الطريقة سيتسبب بارتفاع التضخم، رغم قناعتي بأن السيولة الموجودة في الاقتصاد نحن نحتاج إلى كما ذكر رئيس الوزراء السابق ومحافظ البنك المركزي قناعتي، لكن طريقة الإصدار ستتسبب في التضخم. والأسبوع الماضي بالتحديد بدأ اللي يستريد قلت لك تجار الدولار أنفسهم، أمس أيضا ليلا شاهدنا الذين يقفون لاستلام نقود ولو ذهبوا محافظ البنك المركزي ومدراء البنوك وتابعوا هذا الأمر وحللوا هذا الأمر سيوقفون الصرافات اليوم قبل الغد. إذا تشوهات يعني علق عليها أستاذ رحاب. أستاذ رحمن، تحدث أستاذ رحاب عن أن يعني ما بين شح السيولة أزمة، وأيضا إصدار الفئات بهذه الطريقة أيضا أزمة، يعني ما بين الشح والتوفر، يعني أين الحل برأيك؟ يعني طبعا لو عدنا لأن أزمة السيولة هذه لازمتنا منذ العام 2018 ونشأت ونتجت بسبب حالة التضخم التي ضربتنا وحالة اهتزاز عملتنا، وكذلك بسبب أن هناك ينبغي مع معدل النمو الإجمالي أن يكون النقود والسيولة تعادل 10% الناتج القومي الإجمالي. الناتج القومي الإجمالي، وكذلك بحسب لوائح البنك المركزي كان يتوجب أن يحبس البنك المركزي من النقد 40% حتى إذا ما نشأت فجوة أو نشأت مشكلة أن يعالج بها. دكتور محمد خير الزبير قال لي للأسف أن الذين سبقونا لم يحتفظوا بنسبة 40% هذه، وأن الذين سبقونا كذلك لم يعوضوا الفاقد من العملة بسبب التضخم الذي ضربنا وبسبب اهتزاز عملتنا، ولأجل ذلك واجهنا أمر السيولة دفعة واحدة. في فترة من الفترات كان الناس يظنون أن الحكومة قد حبست عنهم السيولة والنقد وأنها تريد أن تعالج به أمر أن النقد يمضي في تجارة الدولار. ظل الناس على هذا الفهم زمانا، ثم اكتشفوا أن الأمر ليس هكذا وأن السيولة لم تعد متوفرة، ومن ثم ذهب البنك المركزي وطبع مثل ما قال الآخر رحاب 50 و100 و200، والآن تم تسلم 500. هذه طبعا مصممة، أوراقها مصممة، صممت في سويسرا الآن مع مطابع العملة السودانية إلا طباعتها ستفرق منها بنهاية مارس هذه حسب وعد البنك المركزي ومحافظه، أنه في أول أبريل ستحل مشكلة السيولة تماما، وأنه في تلك حينها كل من يريد أن يتسلم كل ما أودعه يمكن له أن يتسلمه. أنا لا أريد أن أكون مفرطا في التفاؤل، لكن بحسب ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم تفاؤلوا الخير تجدوه آمل. نعم. مع مقدم أبريل أن تفرج كربتنا وأن يفك أمر سيولتنا. هذا كان وعد يمكن لحكومة الوفاق الثانية. نعم. على لسان يعني وزير الاقتصاد المالية والاقتصاد الوطني ورئيس مجلس الوزراء معتز موسى. لكن يعني أستاذ رحاب طه، ربما القرارات الأخيرة الاقتصادية يعني أوامر الطوارئ الأخيرة التي تمركزت حول تعديل المسار الاقتصادي من خلال يمكن ابتدرها الرئيس بضوابط جديدة من خلال الذهب والمواد البترولية والنقد الأجنبي، يعني مثل هذا السلوك الذي تحدثت أنت عنه مراقبا، يعني الأمر بالتأكيد هو أمر إداري يحتاج إلى ضبط. هل ستسهم حالة الطوارئ التي معلنة الآن في السودان في إزالة هذه التشوهات، منها هذا السلوك الذي ذكرت أنت الآن؟ كان يفترض يعني من الأسبوع الماضي، يعني كان في الترتيب بتاع البنك المركزي إنه الأسبوع الماضي تعطى البنوك سيولة لتعطي عملاء مباشرة، وكل مدراء البنوك في أكثر من 3 اجتماعات متتالية مع البنك المركزي ذكروا ذلك، لكن الغراء للأسبوع الأول من الطوارئ يعني لم تستطع الطوارئ أن تزيل هذا التشوه الذي يضر باقتصادنا. رغم لكن آمل إن احنا في بداية أسبوع إنه يعني تحصل مراجعة اليوم قبل الغد ما بين المركز والجهات الطوارئ ومحافظ البنك المركزي ورئيس الوزراء حتى يتبينوا ما قاله لهم مدراء البنوك. يعني مدراء البنوك ظلوا يصرخون أكثر من 3-4 أشهر ولا أحد
يستجيب لهم، لأنهم قالوا أن كل هذه الأموال تدخل الصرافات تذهب لآخرين، ثم ينتظر يعني عملاء البنك. حتى أنني يعني في مرات عديدة شهدت من يعني المرضى يبحثون عن 1000 أو 2000 جنيه لا يجدونها، يعني كل واحد آخرين والبنك عاجز عن توفير 1000 أو 2000، بينما يجلس شباب في الصرافات يسجلون. وأنت يمكن أن تكون عانيت، ولا قبض الرحام ممكن يكون عانى، وأهلك برضو يعني ممكن الناس كلهم الآن عانوا جدا، وحتى أنت في التلفزيون وفي وزارات لا يجدون يعني أموالا، ثم يجدون الشباب من الصباح الباكر والعصر يتجمعون صفوف أخرى، ليس الصفوف يبحث أحد عن نقود، لكنها نقود حولت من رأسمالية إلى حسابات أخرى أو إلى بطاقات أخرى، ثم تتحول في نهاية اليوم المضاربة بالدولار. إذا الأزمات يعني أزمات متلاحقة اقتصادية. الحديث الذي قال به الأخ رحاب، تعلمين أن الحاجة أم الاختراع، وتعلمين أن السيولة تصنع وسائلها الشح يصنع وسائله وأساليبه. نعم. والمعالجة الوحيدة التي يطلبها رحاب أن هناك من استقلوا أمر شح السيولة وبدأوا ينتظموا في صفوف الصرافات وبدأوا يتخذونها تجارة، هذه تحل يوم أن تحل أزمة السيولة، ويوم أن يذهب الناس. الآن تقديري ينبغي على البنك المركزي أن يلتفت مرة واحدة إلى المصارف التجارية، وأن يودع فيها أموالا حين يعود إليها المودعون يجدوا بعض أموالهم فيها، لأنه مثل ما قال الأخ عبد الرحيم حمدي، يوم أعلن البنك المركزي عن فك أمر التمويل العقاري والسيارات، حمدي كان تعليقه أن هذا قرار صحيح في الوقت الخاطئ، وقال أن هذه البنوك مضروبة إذا كان الناس لا يجدون أموالهم التي أودعوها، فكيف يحصلون على تمويل لعقارات أو حتى لسيارات؟ يعني قرارات مرتقبة تحدث عنها دكتور محمد طاهر إيلة رئيس مجلس الوزراء في الأيام الماضية للإعلام السوداني، تلي القضايا الاقتصادية بعد اجتماعه مع السيد الرئيس. هذا الترقب أيضا على لسان السيد أحمد بلال عثمان، يقول قرارات مرتقبة للرئيس ستزيل كثيرا من الاحتقان. طالب الحزب الاتحادي الديمقراطي بحل الاتحادات والنقابات ومراجعة قوانينها ولوائحها والصناديق وإعادة هيكلتها وتكوينها على أسس قومية، ودعا لإعادة تكوين المفوضيات والمجالس التخصصية بما يستوعب المرحلة القادمة والإصلاحات الضرورية. وطالب الحزب بحل الهيئة التشريعية القومية وتعيين جمعية تأسيسية من كل ألوان الطيف السياسي والمجتمعي تقوم بكتابة مسودة الدستور القومي للبلاد. وأعلن الحزب في مبادرة طرحها في لقاء تفاكري مع رؤساء وأمناء الحزب بالخرطوم أمس، ترحيبه بخطاب رئيس الجمهورية وما جاء فيه من تسامح وإعلاء لقيم الحوار. وعد مساعد الأمين العام للشؤون السياسية محمد يوسف الدقير خطاب الرئيس خطوة أولى نحو الإصلاح السياسي والاقتصادي الشامل للدولة، وشدد الاتحاد على أن يكون فرض الطوارئ لمحاربة الفساد والمفسدين، وأن لا يكون خصما على الحريات العامة والسياسية والشخصية. ويمضي يمكن هذا الحديث للدقير، ويعني بعد ذلك حديث يمكن للأمين العام المكلف للاتحاد الديمقراطي أحمد بلال عثمان عن قرارات مرتقبة للرئيس البشير ستزيل كثيرا من الاحتقان والخروج من حالة الاحتراب والكراهية وتصب في الإصلاح. يعني هذا الحديث للسيد أحمد بلال، هل هو استقراء أم ماذا؟ يعني كيف تقرؤونه أستاذ رحاب؟ طيب، بحديث أحمد بلال يعني يفترض أنه يكون جلس للرئيس يستمع منه، لأنه القرارات التي يعني القرارات التي يمكن تزيل هذا الاقتران، واضح أنه الأمر سياسي مربوط بالندوات والعمل السياسي المفتوح. لكن أنا في ظني أنه إحنا أكبر يعني أكبر مشاكل الناس يتحدثوا، يعني أكبر مشكلة واجهت البلد ومنها القومي أنه الأحزاب ضعفت، حتى لم يعني بدل الناس أن يلتفون حول الحزب ببرنامج أفضل أصبحوا يلتفون حول قبيلة وحبل أسرة وولاية وجهويات وأخرى. هذا ما قعد بالسياسة السودانية، هذا ما قعد بالسودان السوداني، وهو أكبر مهدد كان للأمن القومي للبلد ونسيج الاجتماعي. نعم. الآن انفتحت الفرص، ويتمنى أن الأحزاب فعلا أحمد بلال وغيره من غيارات الأحزاب أنهم يذهبون إلى صقاع السودان المختلفة ليخاطبوا جماهيرهم، بدلا من يجلسوا هنا في المكاتب ويعتمدون على مبادرات قديمة. يعني
هذا الحديث لأحمد بلال عثمان، قراءتك له وأيضا حديث الكثير من المراقبين للراهن السياسي السوداني يمكن منذ الحركة الوطنية وحتى الآن يتحدثون بأن القوى السياسية السودانية حتى الآن لم تتجاوز أمر المراهقة السياسية، لم تصل مرحلة. طبعا يا أختي أنا أكثر ما يؤلمني هذه الأحزاب المصنوعة وهذه الأحزاب التي يعود قادتها إلى أحزابهم يوم يذكرون أن هناك تشكيلا قادما. نعم. انهم صنعوا احزابهم هذه اللي استوزروا بها، وهذه هي علتنا واس مشكلتنا. يا اختي هؤلاء لا يهدون نصحا ولا يهدون سبيلا ولا يهدون علاجا ولا يهدون طريقه. نسال الله خلاصا منهم. اللهم امين. يعني نسال الله الندي يعني قوه الاحزاب والقوى السياسيه في قوه الحكومه. استاذ عبد الرحمن لك الشكر اجزل له، رئيس تحرير صحيفه الصيحه، الكاتب والمحلل السياسي عبد الرحمن الامين، والتحيه ايضا لرئيس تحرير صحيفه الوفاق الكاتب والمحلل السياسي استاذ رحاب طه رفقتوني في طبعه اليوم الخطوط العريضه. شكرا لك.